لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الحد 21 فبراير، والنهاردة القمر موجود في برج الجوزاء. عندنا كمان أورانوس والمريخ الاثنين موجودين في برج التور، وبلوتو في الجدي، وفينوس والمشتري وزحل في الدلو، والشمس ونبتون في الحوت. وعندنا عطارد بيتراجع في برج الدلو، لكن النهاردة الفجر بيعاود سيره المباشر في برج الدلو تحديدا الساعة 3:15 الفجر طبعا بتوقيت القاهرة. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة عندكم القمر موجود في منزل العلاقات، بيديكوا لباقة ودبلوماسية، وبيديكوا يوم مثالي تقدروا تتفهموا فيه مع اللي حواليكوا، وممكن تعملوا كمان انترفيو في شغل وتكونوا موفقين جدا في إبراز مواهبكم، خصوصا ان عندكم قدرة هائلة على الإقناع وعلى عرض أفكاركم ببراعة. نروح بعد كده لبرج التور ومواليد التور. النهاردة عندكم القمر في المنزل التاني، ده بيخلي تركيزكم أقل. مهم جدا مواليد التور النهاردة انكم تحاولوا تكونوا حذرين في خطواتكم، وتراجعوا كويس كل خطوة بتعملوها وكل قرار بتتخذوه. ممكن يكون عندكم رغبة في انكم تتابعوا ماديات او اعمال، لكن مطلوب منكم انكم تشتغلوا بدقة وتراجعوا كويس كل خطوة عشان ما تقعوش في اي اخطاء تتسبب ليكم في خسائر. نروح بعد كده للجوزاء ومواليد الجوزاء. النهاردة عندكم القمر في برجكم، بيديكم منتهى السحر والتألق والجاذبية، وتعرفوا تفرضوا إرادتكم بمنتهى الذكاء، وتعرفوا توصلوا لأهدافكم. نروح بعد كده لبرج السرطان ومواليد السرطان. النهاردة عندكم القمر في المنزل ال 12، منزل الصحة السلبي. مهم قوي تاخدوا وقت كافي من الراحة، ما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة، لأن ممكن تكونوا بتتعبوا بسرعة النهاردة. كمان مهم انكم ما تعلنوش خططكم وتشتغلوا في سرية وكتمان. نروح بعد كده لبرج الأسد ومواليد الأسد. النهاردة عندكم القمر في منزل الأصدقاء، وده بيخلي ناس كتير ممكن تقف جنبكم وتاخد صفكم. في الشغل من السهل تحصلوا على دعم من زملاء في العمل أو رؤساء في العمل. كمان عندكم طاقة بتساعدكم انكم تعملوا تنمية لأعمالكم، بتشتغلوا بإخلاص وتقدروا تقدموا فايدة وقيمة للآخرين بخبراتكم وبنصايحكم. نروح بعد كده لبرج العذراء ومواليد العذراء. النهاردة عندكم القمر للأسف وضع معاكس معاكم، وفي أجواء ضغطة حاولوا أنكم تتخطوها بسرعة البديهة. النهاردة كمان مواليد العذراء مطلوب منكم انكم تبعدوا عن العصبية والانفعال، ومهم تراجعوا كويس خطواتكم وتشتغلوا بدقة عشان ما تقعوش في اي اخطاء تتمسك ضدكم. نروح بعد كده لمواليد الميزان. مواليد الميزان النهاردة عندكم القمر في منزل الحظ، وبيديكم فرصة انكم تعملوا نجاحات وتحققوا انتصارات في شغلكم، وكمان تحققوا مكاسب مالية. ممكن تعيشوا تجربة مهنية مهمة تزود خبرتكم، وعندكم استعداد كبير تزودوا معلوماتكم ومعرفتكم، وده هيساعدكم تحققوا تطور كبير ان شاء الله في مجالكم المهني. نروح بعد كده لبرج العقرب ومواليد العقرب. النهاردة عندكم القمر في منزل المدخرات، وده بيساعدكم جدا انكم تخططوا حلو لمستقبلكم وتخططوا حلو لتنمية مدخرات او املاك. هيكون عندكم اهتمام بالحاجة اللي ممكن تنجزوها، وعندكم فرصة انكم تكتشفوا معلومات كانت خافية عنكم. نروح بعد كده لبرج القوس ومواليد القوس. النهاردة القمر في مواجهة برجكم، مهم جدا انكم ما تتجاهلوش اي اراء بتتقال لكم،
خصوصا لو من شريك الحياة، شركاء الحياة، يعني لو أنتوا متجوزين فرأي شريك الحياة لا تستهينوا به. وفي الشغل مهم أنكم تبعدوا عن العصبية والانفعال والغضب، ومهم كمان أنكم تكونوا يقظين علشان تحموا حقوقكم ومصالحكم. لازم تتأنوا جدا في توقيع أي أوراق أو عقود. وعموما في الأمور القانونية مهم أنكم تكونوا ملتزمين، لأن أي تلاعب في النواحي القانونية من السهل اكتشافه. كمان في الحركة وفي السواقة مهم تتحركوا بالراحة وتسوقوا بالراحة حفاظا على سلامتكم. نروح بعد كده لبرج الجدي. مواليد الجدي النهاردة عندكم القمر في منزل العمل الإيجابي، بيديكم نشاط وطاقة، وتقدروا أنكم تحطوا بصمة مهمة في مجالكم، وتعرفوا تتحركوا ناحية أهدافكم بمنتهى الإصرار. نروح بعد كده لبرج الدلو. مواليد الدلو النهاردة عندكم القمر في وضع داعم في منزل الحب، وده بيديكم مشاعر إيجابية تربطكم بكل اللي حواليكم على كل الأصعدة، سواء في الصداقات أو في الشغل أو في الحياة العاطفية أو لو عندكم أولاد. خصوصا لو عندكم أولاد تقدروا أنكم تتواصلوا وتتفاهموا بصورة أفضل مع أولادكم وتقربوا منهم أكتر. في الناحية العاطفية تعرفوا تعبروا حلو عن مشاعركم بطريقة متزنة. عندكم كمان سحر وجاذبية وتأثير وحضور رائع، ده هيساعدكم كمان في الشغل أنكم تعرفوا تعرضوا وجهة نظركم، خصوصا مع وجود كمان عطارد بيعاود سيره المباشر في برجكم، فتعرفوا تتكلموا حلو وتعبروا حلو عن أفكاركم عن نفسكم. فما تضيعوش اليوم ده، هتقدروا إن شاء الله أنكم تكونوا مؤثرين جدا على كل الأصعدة. نروح بعد كده لبرج الحوت. ومواليد الحوت النهاردة عندكم للأسف الوضع الفلكي ممكن يكون في شوية معاكسات، بتميلوا شوية لاستعادة الذكريات المؤلمة أو الحزينة، فحاولوا تقاوموا أي مشاعر سلبية بتسيطر عليكم، وحاولوا تستمتعوا بالوقت الحاضر. مهم جدا تحاولوا تتجنبوا كمان أي مشاكل أو أي جدال أو نقاش ممكن يؤدي لصدام مع الأهل ومع القرايب ومع الأصحاب، عشان اليوم يمر بسلام. وكده نبقى خلصنا الـ 12 برج.